الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحان خير نقول يا حديثك كني جدي سديتا أو ينوجد بيجي يعني حديثك صح الله الشجع هذاكو المشايخ ذكر كذا الضوب طيب الغمرام كائن أي مركا يرهدين شقلباني أي صحيحين لكن وراجعي حديثك الترمذي لفظ جس وحوي سيرة وعرنا يعني كتابك وينقر يا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة صاص الترمذي أسوى وريي نسخ كالدوان الترمذي ونساسي قريا ابن حبان كاللفتيس حديث كواسوى وريي سنة كالترمذي اللفتيس كسوى وريي سونا السلاس أسوى وريي فجعل الحرام حلالا رابضا وكسوى النقل السينا يقول وحي أسوى النقلي اللفظ قاس إن حرانته الرئيسية حديث كان مركز السلاسية هاي وضعيف وحانا كتر سنة كيسن اللي مسلمة ابن علقمة نكا سنو حوي وضعيف وإمام أحمد بن حنبل يعلم كلا وضعيفين ولبا وحي إلى ذي نكا داود بن أبي هند اللي إلى ذو حكشة يقى يكور يا حديث مناكيره منكراء سيد محقق بكسر رريا وكذلك ابن عدي يساقنا أساس اللي أقبو تلمامي وإنو أحاديث مناكيره كسور يا منكراء أي يساقنا تلمامي حديث كان داود بن أبي هند اللفتي سكور يا وكذلك وحوي الساجي يساقنا وحوي إلى حديث مناكيره كور يا مركا داود بن أبي هند أي يري ذهب وحكم سيدري انت انت تلمامي ايو له حديث كان وحكم دي هاي احاديث منكرضة اي وكوريي داود ابن ابي هند ايو كمي ابن حبان كو انه صحيح هي واجرتا صحيح سكس ادوريي لكن علماء كلا بدن كود وحي بدن انه ضعيف هي الباني لو موضع بك ضعيفنيا ضعيف الترمذي وكو ضعيفنيا صحيح انا وحورنيا ضعيف الترمذي انه نقليه حديثك ايو مركا كو تلمامي او ضعيف هي ايو صحيح الترمذي لفتي سكو تلمامي إرواء الغليل كلفتي سنة وكو ضعيفنا يا حديثك لكن واحد شرى حديث يعني كلا ابن ماجه السوري ويسلمك حديث كان لكن حق اللفظك كجبدلا فجعل الحرام حلالا انت كلاوا كرمت سندك وكورنا يا ابن ماجه نوى سندك الترمذي اللفتي سوي يعني الترمذي كورين مايو لكن اسكو سند بيكورين يعني مركا وحوي ابن ماجه وحورنا يا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما والحلال أي ابن ماجه هرمرنيا وجعل في اليمين كفارة تاس أي مركا الشيخ الباني ومركا صحيحي صحيح ابن ماجه كحلاشا لهرمري ابن ماجه السوري وأنا اسكو السند يعني وحا أكو مركا صحيحي أنا وحكا لما هو من قبيل الشواهد وحديثك كلا صار ورأت المام النبي صلى الله عليه وسلم يعني مركا دارتي آيدنا يكسو الدقيس قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني وحوية تاس تحريمك السمائي أو ماريا مركا وحوية إسكحاران تنمائي مركا آياتنا أي كتمي تنوع سايو مركا الشاهد وقدقيا موضع أوي حالين يا كتاب مطبوعا معها يعني وكو تفصيل يا شيخ لكن سندك وحوية مركا يعني وضعيفنا يا مركا حديثك الترميدك كهضليا يعني وحوية وضعيفنا يا وحابك وضعيفنا يا إرواء الغليل كأي وكو تفصيل يا مجلة السديدات مركا على كل حال يعني حديث كمركا يعني مركا قوينا يا مركا الباني وحديث كمركا ابن ماجه وي سند ذات ذي سنة أم قوين مركا شاهد بكو قوي وحديث كاكلا مركا يسقى معناها عام كالشيقة هي ومارية القبطية انتو كردارتي ويعني ويسك حارانتي نمائي يعني دارك لما هنا حارانتي نمائي بهذا حارانتي ويسك حارانتي نمائي وحل حسابي هنا مركا دارتي آيادنا وكسوة دكتي مركا مركا دمانا وكاك فارق بدي مركي دمنا وكفارق بدو إني جرى وصارقني يعني أثر كي مركا ابن عباس مركا على كل حال يعني كوي يعني كو مركا شيخ قوينا يا وشاهد كاسان كو قوي سلام مركا يسا مركا كرة شوينا هاي ويا سنة كمركا يسا وحكو ضعيفنا يا أدام إسكو سنة ديهين يعني مركا وحوي إرواء الغليل كأي كو ضعيفنا يا وكو تلمم يا النكار إني كو سغنت هاي يعني حق اللفظ أنا مركا يسا مركا مخالفة كو جرتا وفجعل الحلالة القرآن لها فجعل الحلال حراما بو الحرام حلالا يلي وحرام تورمرين وكعلى كل حال تاسوا ساسوين حديث ككن يا سقال يا سديتا وعن ابن عمر عبد الله بن عمر وحلق السورة رضي الله عنهما إلى رأي أكن نغضي سقيا أبي قال إنه يريد أن مضت أدياء سعة أربعة أشهر أفر برضا دي السعدان يعني وقف أما وقف المولي أما يوقف المولي يعني اللفظة إن لا يلاذا يوقف وحاو مركا محقق قرآن كذا في الأصلين وقف إن لا يلاذا لكن بخاري يوقف ويقول تعالى وقف المولي أي وقف الحاكم المولي يعني مركا حاكمكو وحاودي ليا روحي لارتي
wuxuu u diidayaa dhaartiisii inuu ku sii sugnaado ayuu ka mancinayaa u diiday, bimacnaa waa ka xabisaya, yacni waqfi macna alxabsina waa loo isticmaalaa. yuuqafu haddii lafdiga markaa yacni saabitka ee bukhaari ku sugan la yacni cabbirana, yuuqafu waa laga mancinayaa, waa loo diidayaa almu'li kii dhaartay yacni inuu dhaartiisii ku sii sugnaado xataa yutalliqa, yacni markaa waxa weeye inuu furo mooyaane, yacni markaa waxa weeye ama waxaa looga mancinayaa xataa yutalliqa si uu u furo ayaa looga mancinayaa. walaa yaqacu calayhi alطalaaqu, talaaqna ku dhici maayo xataa yutalliqa ila maa iyo u furo. bimacnaa iilaaga muddada marka 4 bilood socoshaday socotay ee aanu ka noqonini inay gabadhi ku furmayso ma ah. akhrajahu albukhaariyu, bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey. markaa xadiiskan ibnu cumarka waxa uu tilmaamayaa in yacni qofkii dumar ahayd aynay ku furmaynin 4 bilood markuu ka dhaarto, yacni muddo 4 bilood ka badan 4 bilood markuu dhaarto, 4 bilood markay socoto, muddo 4 bilood ka badan buu markii hore ku dhaartay, markaasa 4 bilood socotay dhaartiina kama noqonin. yacni qowl baa wuxuu leeyahay waa ku furmaysa, ibnu cumar wuxuu leeyahay ku furmi mayso, laakiin xaakinka u diidaya ama qaadiga inuu dhaarta sidaa ugu sii sugnaado, ugu sii nagaado, oo wuxuu odhanayaa ama fur ama ka noqo ayaa la odhanaya. waayo kaloo ibnu cumarka u sugnaaday waxay tilmaamaysaa laa yaxilu liaxadin bacda alajali ila an yumsika bilmacruufi aw yaczima bitalaaqi kama amara allah. yacni marka riwaayo kale bukhaariga iyaduna markaysaga lafdigaas ayay markaysa waxaa sheegaysaa, yacni kolle kitaabku ma qorin laakiin waa sii waadixinaysaa macnaha saasaa weyd baan usoo naqliyey. yacni u xalaal ma aha qofnaba bacda alajali muddadii 4 bilood markay dhammaato dabadeed ilaa an yumsika inuu haysto qofkii dumar ahayd mooyaane oo bilmacruufi si wanaagsan ku haysto, aw yaczima ama uu go'aansado bitalaaqi furitaanka uu furaayo uu go'aansado, labadaa waxaan ahayni yacni uma bannaana kama amara allahu caza wajal siduu ilaahayba markaa u amray. markaa taana bukhaariga ayaa markaa sidaa yacni u soo arooriyey. xadiiska 1090 wacan sulaymaana ibni yasaar, سليمان بن يسار وحلق سوري قال إنه إذا أدركت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحن سوق قاري بولي دوري الطبان صحابة رسولك كم إذا صلى الله عليه وسلم أيان سوق قاري كلهم لما انتود يقفون المولي يعني كدارتي وحي يؤدي ديان وكم من عينيين يمعنى وحوي إنه دارتي سيكسين قادة وحي لين وإلا يعني لقى طلبا إنه دارتي مركي سيحكى النقضة يعني أو دار فرصة مايو oo uu markaa qofkii dumar ahayd saani ugu noqdo waa in sidaas markaa laga dalba. markay 4 bilood markaa dhammaatora waa hu shaaficiyu, shaafici ayaa markaa soo wariyey xadiiskaas. waana xadiis saxiixa weeye, yacni xadiiskaa tilmaamaya inay yacni sidaas samayn jireen yacni markaa saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay waxa weeye 12 ka midi inay odhan jireen waxa weeye yacni kuma furmayso 4 bilood dhammaadkay dhammaatay iyadaanu ka noqonin ku furmi mayso, waxaa laga dalbayaa inuu ka noqdo ayaa laga dalbayaa, oo xaakinka ayaa ka dalbaya walee ama ka noqo dhaartaadi aad tiri markaysa qofkaa dumar u dhowaan maayo mar haddii 4 bilood dhammaatay, ama ka noqo ama fur, labadaa mid ahaan buu markaysaga yacni xaakimku ku qasbaya. markaa xadiiskana waxa uu yahay waa xadiis saxiixa, xaafid ibnu xajarna waa taxsiiniyey yacni oo sukuutku ka aamusay ayuu markaa ku taxsiiniyey fatxulbaariga. fatxulbaariga qaacida ayuu leeyahay oo muqadimada ku sheegay oo ah markaa wixii aasaar iyo axaadiis uu soo warinayo inay agtiisa marka isaga xoo sharti sixo ama markaa xasannimo inuu laazimayo, haddii ay sidaa inay ahayn inuu markaa bayaaminayo caddaynayo. markaa waxa weeye xadiiska ama marka asarka uu soo wariyo ee uu ku soo arooriyo fatxulbaariga ee uu waxba ka odhan waayo yacni marka agtiisa wuxuu noqonayaa calaa aqali alaxwaali inuu xasan ka yahay, saas iyadaa buu noqonayaa. muqadimada aanu ku sheegay hadiisaariga ayuu ku sheegay, ahlucilmiguna sidaas iyadaa ayay markaa qaacid ahaan uga soo naqliyaan. culimada qaar oo bushiya waa jiraan oo waxay ka bushiyaan gees kale ma ahe yacni waxa weeye shardiga ma oofin karin bay markaa yacni ka bushiyaan, oo bimacnaa waxay tilmaamayaan waxyaalo aan fi nafsi lamri xaqiiqadu siday tahay aan xasan ahayn oo uu ka aamusay baa jirta, laakiin taasi ma mancinayso in markaa yacni isagii la yidhaahdo agtiisa xasan kama aha, markaa ma mancinayso yacni waxay faa'iidaynaysaa sukuutkani in la yidhaahdo waa xasanun cindahu agtiisay xasan ka tahay, walow markaysa waxaa taxqiiqu haba noqdo iyo sawaabku inana xadiista qaarkooda uu ka aamusay inay xasan ahayn be. culamo kale oo saxiixisay xadiiska waa jiraan oo sheekh albani oo kale waxa odhanaya xadiisku waa yacni waa saxiixun calaa sharti shaykhayn, shartiga bukhaari iyo muslim ayuu agtooda saxiix ku yahay, yacni shartiga bukhaari iyo muslim yacni markaa ayuu ku asaxay xadiiskani.
أحاديث كلا مركي سجى يوم نصاص وكلا آثار كلا تلمام إنسان واجرته والشيء جيسا إنه حوي يعني إنه ينقف قدمري كفر مينين أفرت بلو دمات كدمات أي سجى كان نخنين إنه كفر مينين يعني آثار كلا الصحابة اللي جسوري يقول نصاص تلمام يا واجره وعكم إذا آثار تاسكلا آثار مركي اللي جسورين أيه يعني سهيل ابن أبي صالح وأبي كورين يجون يقول سألت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلي وحول وح أبي صالح نك اللي يده ذا الله بيطلب صحابة النبي كم إذا صلى الله عليه وسلم أي ويدي نك دارنا يا قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق يعني لا بيطلب صحابة رسول كم إذا ويديه وحيده ذا وح صارني مجردته بمعنى وحبك مفر من إلى أفر بلاد مركاي يعني دماته يعني وحوي وحوم صار بمعنى حتى على جمل مطالبون كرا لما أورن كرا إلا بإلا جبر دام أفر أما مركا وحوي كنا قد أرتع أفر تبلاد وحكيا لكن أفر تبلاد مركا دماته يعني مركا سا وحوي إلا جمل عنا يا يلودي ليا إنه دارتي ساسوسي صعده أي يلودي ليا أو حلقة طلبيا إنه أما فره أما إنه دارتي سمركا تشبيه لما دامد أي مركا حلقة طلبيا دار قدني بس سوري حديثك يعني سنة دار قدني لفتي سان كوريي يعني طريق مركز دار قدني بكسوريي يعني بيهاقنا حافظ ابن حجر وكاء مصي مركز أكتي سيني صحيحة ما حسن كالطايب على قاضنا يا فتح البارقة قاعدة فتح البارقة وقال طاي ملاك لا تلخيص كأي مركز يوحن مركز دراية يعني مركز حكم كنوع سلماء الحاقنا والله ما أرانا يعني وحوي تلخيص كأي حديث كاء مصي حسن بأكتي سكرنقنا يا وأي مركز سجى تاسية ذا كمشي يجن مقدمة ذا حديث كأو كأ مصاير تيس قوي كي هاي يعني مركز سجى سية ذا مقدمة ذا كمشي يجن سجى وهذه سارقة وشاقي يعني شيخ الألباني لفتي سنة حديث كوا صحيح هي وحول وصحيح على شرط مسلم شرط كمركز وحوي مسلم أي حديث كصحيح كي هاي إرواه الغليل كصاص كورنايا واحد كلام مركز يعني يجون صاص اللي أكسوري يعني مركز اللي أكسوري ثابت ابن عبيد ومركا يعني مولى مركا زيد بن ثابت ولهانشري وحويري وكسوري يعني 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف يعني إيلاء وحل إيلاء ذا رشاد مركا ونكو دارته ووح مركا يعني أفر بلوت كبضا وكو دارته إن نقف كيس الدمر أدواني يعني من نقن يعني مركا دار من نقن يوه وإيلاء مركا وحويا يعني لو تشيدي شرعي قلقو يقاني حكم كترتيب سمية كدلني آيات لغو شاقي يعني كان نقن مايو يعني حتى يوقف الى ما يوحوي لا طلبه انه وحوي يعني اما كان نقضه اما انه دارتي ساس كبيو حافظ ابن حجر نفتح الباري وكجع مصيقتي سقوي انه كيها الوحن باريا شغل البارنا يعني واصحيح هي وحول وصحيح على شرط البخاري اي يري يعني الصحابه قالوا لغ سوريين واجران ومركي سايقون اي كسوناتي يعني واجران او كمدي هي وحوي علي بن ابي طالب او كمدي هي عائشه يعني أسانيد صحيح أيوك قصار رئيس المركز يساف حافظ ابن حجر بقول تصريحنا أيوه يعني مركز فتح البارقة وقول تصريحنا أيوه كعطينا أيوه واحد شراء دوم مركز يساق أحاديث يعني روايات بانشيقية سداس خلاف سن يعني آثار أو سداس خلاف سن والصحابة اللي قد سوري أو أي مركز يعني إلى هذين قاركود وفق الدمرة هذين اللي قد دارتم ودى أفر بلوت كبضا هذين اللي قد دارتم أو حوية نيكي وكد دارتم ودنا أفرتي بلوت أيضا ما تنكينا أنو كنقون إن طلقت بي فرنتي طلقت هاي مركا دارتا كليا مدد عيد ما طيب كفرانتك يعني أنا كرنا قنين يعني تاسم الصحابة قاركود بايري صحابة يري وحكم إذا يعني علي بن أبي طالب ولا السوري يعني عمر بن الخطاب وكسوناتي يعني وح مركا وحوي عبد الله بن عباس عبد الله بن سعود يعني عبد الله بن عمر زيد بن ثابت تضرب الصحابي بورنيا وكع الصحابي بورنيا ابن كثير كتفسير كيسة تضرب الصحابي وعمر إيه مركا علي إيه يعني زيد بن الثابت يا عبد الله بن سعود يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عباس يعني مركا اي كم يديهين يعني تضرب الصحابي اي يرواك الصحابي علماء قال كود وحي يلاهدين يمكن شافعي وكلا وحلا قشيقا انه للصحابي اي اللبا ايا مركا وحي يلاهدين يعني قف بدمر هيد افرت بلودين ايضا ماتين كفر ميسا لكن وحو يدور يتبن صحابين للراعي ان صحابي يلا بلا الراعي وحا كفي عن ان دور يتبن كصحابي للراعي ايا كفي عن ابن تركماني وكذب تجي هذا القصة وحورنا يا يعني مركا لبص صحابي وحكبضا أي كأص حض كصغناتي إن وحوي أفرت بلاد ما شاهد دماته إن مركا قف قدومري تلقت كفر ميسو يعني تلقت إن كفر ميسو يعني مركا لبص صحابي وحكبضا بك يعني صغناتي
لكن عدد فرد بدن مش شيئين إن كبذيهن مويانه إبرو كثير كان لكن وح شيئية تضرب الصحابين أي مركز أسانيد صحيحة هذا صارت التفسير كيس أساسية ذا بكل شيئية ولي بصحابة على ليه أساس وقصوناتي خلاف كيدنا واقع الصحابي خلاف كيدنا واقع الصحابي قار كم إذا وحكم إذا كلا علي بن أبي طالب يعني وح ليه سيدنا واقع الصحابي إن انطلاق النقطة يسوع سيدا كنا وين نجي شيئني إن كاع الصحابي وحافظ ابن حجر بقول السنة صحيحة هذا صارت عائشة كم إذا وطيب نكسر كوت الماما يعني دتك أي كاع الصحابي إن كم تهاي ليه دلقت فرما يسوع هذا نحافظ ابن حجر وح تصريحنا يا سنة صحيحة إنه مركا سعيد بن منصور يغير كيف كقصو وريين أنها كانت لا ترى الإله شيئا حتى يوقف يعني سيدا سيدا يعني وحوي لبضة مركا وح تصريحنا يا علي بن أبي طالب هي وحوي مركا عائشة يعني لبضة بالسنة صحيحة يعني كما موسى يوح تصريحنا يا سنة صحيحة إنك قصو أنتي يعني مركا ديد ماذا أي طلاق ديريان وإليهن وحوي مطالبة القصة من يا وحلوي دينيا إنه أما كان نقض أما إنه فره مركا أفرت بلاد دماته مركا على كل حال مسألة مركا نسلا هو أرجنا وحين أركي الناس صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ومسألة سو خلافي أو حوي لبقى والكلة صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم هذه في مسألة من المسائل هذه سو خلافان وحل السمية ترجيح على السمينية وإن أدلة الوكا لأرجحها على السمينية لكن قولك قاركود يعني حجة من نقن أيه أو حوي كوا كلا حجة كن نقن مايه أما أمد مركا الدليل النقن مايه والله ما أرانا أيه صحابة مركا يسوح المركا أنت بدن هلك مرا وحجة شرعية وأن لخلاف كرين لما أرانا أيه وهي واجب وحيتها أقوال أهل العلم يحتج لها ولكن لا يحتج بها قاعدة ذا سوحي كده جيسا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كله ذو مركا إسخلافان يعني وحوي وكده جيسا وين يعني قولك حقا صوابك إن لك لدورتو أدلال لقوك لأرجحه يعني لكن هو أن لقوك لدورانين أي مركا واجبك يسيدو إلهي بويري فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يعني وحوي يسيدو إلهي سلاس أويري يعني وهي آية وحسوك ذا قليا وحوقه الرئيس صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم آية مركا يسود ذا قيسي يعني وحوي صحابة رسولك أتشوكتي سلاس أولي خطابك يقو قدعيا تصب قدعيا دخول أولي بيدد سوق ليان آية هذا صحابة وحسوك خلافتان ومدى وقوه الرئيان ومضي كلنا طبعا هم بمركة دمي وقصة دمج ليسان سيدا سيدا أيه نقر إيسا مركة صحابة هذه وحسكو خلافان إن كتابك أي سنة اللوع لي أي واجبك مركة وياي قولك قاركود حجة يعني إسكماءها ولا إسكماء قادنا يولا مدى ليشان أيه آية كلنا والله مدى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله مركة مسألة أن من حيث الدليل وحر راجح سن يعني إن قفك دمري أفرت بلوض أمان شاهد أماتين إن كفر مينين يعني سيدا يقول راجح سن تاين وحي تاي ومدى كوادي صحابة قاركود وحي تلمامين آيات دا مركيسة تفسير كيدي بيكو فصيرين إن اي تهي يعني من عين تلقى من عين ايه اللو دي ليو إنو دارتي ساكو سير نقادو اللو عرن ايه اما فر اما وحوه ايه مركا يعني كان نقو دارتا دي عبد الله بن عمر وقلو إنه كشاق نقل لا يحلو لأحد بعد الأجري أجش وحو قدش إذا أفرت بلود مركي دا مادان دا بديد لا يحل لأحد بعد الأجري إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل يعني بخارجه يعني سيدا أثر كاسو كسوري عبد الله بن عمر مركا وحوي عبد الله بن عمر آيدي بكفصر وحوري كما أمر الله عز وجل حكم كاسنا إنه الحلال أهيم بوشاقي يعني مركو يريد سيدو إلى هاي أمرين وحوتي المامي آيدي إنه تفسير هذا الكنوي هاي وحين مركا علماء مركا قاركو ذا يرادان يعني تفسير كصحابه يعني وحولي حكم رفع أيولي هاي سيدا وحافظ ابن حجر بمركي سيا فتح الباري أثر كذ مركو الشرح يكوتي المامي علماء ذا مركي يسأل في كتب المصطلح يعني مركا أي كل شيء جان وأي مسألة النوع عصا مركي يسأل مركا أي كذا هذا لين وحاكم يغير كيف مركي يسأل مركا أي يعني تلمامين يعني آية مركا أفسر يا حديث كنا وحوي أثرك أفسر يا وقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر يعني آية داس وي يعني وحوي آية داس أي كل سب سيئه مركا وحوي ما دام آية دا أفسر يا وحنا قلنا يا تفسير كيس إنه مقبول يا هاي ومرك يسأل مرك حجة يا هاي ولا قاضنا يا وأمد كلا قف قدم روح أصل هاي إن أي مرك يعني جور أي قص جنت هاي أو نكو قبا أي أصل كوها مرك وحوي يقين تي مرك له بي وهاي مرك يسأل جور ك يعني يقين لم إذا وحد أو سدا سكلا وعد أي جور كاس مرك يسأل ماشى كجبيح كرا يعني شك يا وح لم إذا مرك يسأل مرك يعني كمبر يا الأصل بقاء ما كان على ما كان وحد أو مركا يعني جور كاسي كبر هذا أن لا ينن وحنا قلنا إياه إن مركا واجب كأيتها إن لا استصحابه يعني جور كهرة
أي واجب كمر كان نقنيا مركز سلاس أود قولك الصواب كأي واحد تايم وقولك يعني دوري طبنك الصحابي مركز إيرادين أي مركز الصواب أه مركز وحوي إن مركز مدد الدمان شاهد ما تكلية إن كفر ماينين واجبك أي تهاي حاكمك إنه مركز يعني دور رنسي الله بشي مركز أفرت بلوض دمادان أو يرادة أما فر أما سوى نكسن مركز أو هاي صور دارتا دي كنقو يعني سلاس إنه يرادة أي واجبك مركز وياهي. وعن ابن عباس إن عبد الله ابن عباس وحلق السوري رضي الله عنهما إلى رأليها كنقو يسقي أبيه به قال إنه كان إلاء الجاهلية وحوها دارتي جاهلي السنة والسنتين السنة دي الله بصنا أي ياهي فوقت الله أربعة أشهر مركز إلهي وحو واختيايي أو حددي أو قويي أفر بلاد بمعنى أفر بلاد إن لقبضين فإن كان أقل من أربعة أشهر هذه أفر بلاد وحكي رأيتي فليس بإيلاء يعني إيلاء معها بمعنى دارها أهاتل لكن دارتي مركيسة مركا حكم كدلنا يي يهيد اللقوش يغي يعني معها أي مركا تلماما يا سيدا سيدا أي مركا وقتشيرا مركا وحوية أصر كان وحوية وأصر مركا وحوية قوية أو مركا وحوية كسوغان يعني ابن عباس وي يعني هيثمي وحو مجمع الزوائد كقرن يرواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح لكن هرين اصا شيغنا ان لا رغا مركا سووريا استقاده اما رغا سووريا ورغا صحيحه وحكوريا يعني سحني ما مفايديسه وان غورا وشيغنا ولا اسك يرا استئناسا لكن حافظ ابن حجر ايا فتح الباري كسو اروريي مركا اثر كاس وانو كاامسي مركا وحا لو خنباريا انو مركا تحسينيي ايا مركا لو خنباريا طريق لو حلق صوريي ابن عباس وابن أبي شيبة وكصوريي إذا آل من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء يعني مركا طريق لا يعني ابن أبي شيبة وحكق صوري ابن عباس ويلي هذون إنكوا كدارتا فدي سبيل أما لا بلاد أما صدح بلاد يعني وكدارتا أنتين جارين حد كي أين جارين حد كأشياء يوم حي وافرت بلاد آيات الشافعي تربص أربعة أشهر أفرطا بلوضي آيات حديثي انت أين يقارن فليس بإيلاء يعني إيلاقي حكمك كده لنشري معها ساسو عبد الله بن عباس مركاو يري حافظ بن حجر نوحا وتصريحي الدراية إنه السنة كيسو صحيحي هاي أو السنة صحيحة وكيمي أي تصريحي يعدي مركاو حوي على كل حال يعني جاهلية ديورة يعني تعدي بذنب يكون سمين شرتي دو مركا يكون سمين شرتي أو حوي أنت يدونان بيك دارن شرين هذا يدونان الله وصانو أي كد دارن شرين وقف كدمر أي نوتجين يعني مرك أي هذا يدونان كد دارن شرين مرك أرين قاسنا وحوي الظلم يتعدي بكل شرة سأساوي ذي الشرع عاد ومرك أفر بلاد بي أحد يسي ومرك وحوي أي قدك تي يعني هدي بعد دعضين ومرك يسا كد دارته مدة أنت كبدا مرك كم دارن كرو مدة أنت كبدا كم دارن كرو ولا مدن وحوي لادين يعني أفر تاب بلاد يعني وحوي حكمة كل شرة تحديد كشرع عاد أحد يسي وهي مركا إساقا سيدا غالب كا وفك دمري مركا إساقا إنتا إننكا أتكا إسان كرتا يعني أفرتا بلوض بيء بضان طحي يعني سيدا فرها بضان لأ وفك دمري إنتا مركا إننكا كم عرمي كرتا أما إسكدا إن كرتا يعني أفرتا بلوض أي مركا بضان طحي ووحل إلا دا يعني وحوي عمر بن الخطاب واختقه وأمير المؤمنين كأها أي وحو سمين شري هبين ندي أي وريق شري وضطك مركا يعني إنو حال أقاده أي مركا سمين شري oo magaalada markaysa madiina ayuu ku soo warwareegi jiray markaas waxa la yiri isagoo markaa tariiqidii madiina mid kamida maraya ayuu wuxuu maqlay markaysa qof dumaro markaysa ayadu isla geeraraysa oo markaa waxa weeyaa ay leedahay tataawala hada layl waswada janibuhu wa arqani alla khalila ulaa'ibuhu fa wallahi lawla allah anni uraqibuhu la hurrika min hada sariri jawanibuhu yaani markaa buraan burbay tirinaysa oo markaas ay waxay tiri yaani markaa habeenkani waa igu dheeraaday dhinaciisuna waa igu madoobaaday oo bimaacna waxa weey habeenku nuur malaha nuur yaani habeenkani yaani malaha wa arqani alla khalila ulaa'ibuhu yaani saahiban markaysa waxan markaa la ciyaarana yaani ma haystaba markaysa ga tiri oo taasa markaa yaani iga cabsi gelinaysa way markaa tiri fa wallahi law wallahu anni uraaqibuhu ilaahi baan ku dhaartay hadaan ilaahi ka baqaynin la xurrika min hada sariiri jawanibuhu yaani caawa markaa sariirtani waa markaa waa la ruxi lahaa hadii hadaan ilaahi ka baqaynin sariirtan markay isaga caawa waa la ruxi laha Umar ibn Khattab hadalkaasi dhigtiisa ku duulay markaas waxa weeye uu wareystay wuxuu gabadhu maxay ahayd gabadha halka ku jirtaa markaas ay gabadha markay isaga ninkeedu wuxuu ku maqan yahay jihadku ku maqan yahay jihadka ayuu ku maqan yahay muddo ku maqnaa halkii uu war u diro markay isaga la soo diro halkii uu markay isaga Hafsa oo inantiisii ayuu weydiiyay wuxuu qofka dumari intay ninka ka maarmi kartaa markaas ay waxay ku tiri
يعني قفك دمرة وحوية يعني مركا صبر كيدو وحو مركا يعني سير دمانيا يعني أفر بلود مركا دماته مركا ساو حوية يعني مركا إلى لح بلود مركا إساقا إنا يرشيك تينا وانفريا وايتيني مركا إساقا حوية مروا يعني صبر كيدو وصوير هذا مركا دمانا واقورا مركا وحوية أدقو على كل حال مركا سو عمر بن الخطاب وحويري يعني مركا جهادك مركا رقا الله ديريو أفر بلود وحكا بضا ما مغنانا إسان وإن ليس بدلا إنك أفر بلود مغنادا وإن مركز مركا يعني صون نقضا وإن ركل بدلان ركل وإن بدلان سداسي ذا عمر الخطاب يعني مركا ويري مركا وحوي على كل حال يعني مركا أرن كان نصاصة حكمة مركا يقول جرتا مركا سداسة ودد يعني مركا قفك الضمرة يعني مغناشا قد إذا لقى مغنانا إن المركا وحوي لقى الراجنين وأن مدد مركا يسقى مدبضا يعني أن لا يسكى مغنانين سنوات مركا يسقى أن لا يسكى مغنانين سيدي مركا يعني دتك قاركو ذا يسمين جرين تنوع سوكلين مركز وحنوا ميد غلظة وتعدي أي مركز سوق لي حد جذب حد جذب أي مركز مركز سوق لي مركز تنوع سوكلان وحوي حقوق ذي قفقة دمر إلا إسكيل عليه أي مركز مهمة حديث ككون يلا بيا صقاشا وعن ابن عباس عبد الله ابن عباس وحلق السوري رضي الله عنهما إلى رأى لكن قد سقي أبي بأن رجلا إنن ظهر من امرأته أفدي سمركا الظهاري وبمعنى وحوي أويري سد دبر كهوي ذي إجا حران سنياي oo naqnimo inaan ka doona ay iga xaraansan tahay baad marka ay iga xaraansan tahay yaani marka sidaas iyada inuu yiri sida dhabarka hooyada iga yahay ayaad iga tahay ama sida dhabarka hooyada iga xaraansan yahay baad iga xaraansan tahay thumma waqa alayha marka soo ninki ku dhacay intuu ka dhaartu hadana ku dhacay faata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nabiga ayuu yimi faqala marka soo wuxuu yiri inni waqa'tu alayha wa ku dhacay qabla an ukaffira intaana ka kafaara gudin dhaarti ayaan hadana ku dhacay قال وحو النبي وكوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها هو دوان حتى تفعل إلى ما إياد كسمينيس ما أمرك الله وحو إلهيك أمر إلى أد كسمينيس هو دوان رواه الأربعة أفرت أصحاب السنن بسوري وصححه الترمذي ترمذي بحديثك الصحيحي ورجح النسائي النسائي وحو أرجحي إرساله وحديثك إنه مرسل أي أرجحي حديث كان وحوي مركة ابن عباس يعني وحديث يعني مركة حسنة وعلماء قاركود يعني مركة وحوي وتحسينيين إنك استمرك وحوي ابن القاضي أبو بكر ابن العربي مرك يسقى ويريد ظهارك وحقو الصحيح بمتشره وحديث صحيح هذا مرك اللقمها يظهارك سيدا مرك ابن مرقن يا ابن حجر بأيصون نقلنا يا خلاصة البدر المنيرك يا تلخيص كقصة كلا نقلنا يان حتى علماء قارك ذا قوية باتشره وحكم إذا الترمذي يعني حديثك واصحيحي ووحو الشاقين وصحيحي ابن حزم يسقنا واصحيحي ووحو الشاقى حديثك إنه صحيحي هاي أي مرك الشاقي إرسالك مركا رقا قار أي إرساليين ومرسلين وصوريين وحويين ميسا يويري عبد الحق الإشبيلي أحكام الصغره يساقنا بصحيحيي ابن ملقن يساقنا مركا واصحيحيي يعني هو حوي خلاصة البدر المنير كايوكو صحيحيي منذري واسا ومركا حديثك يعني وحا مركا وتلمامي إسناد كيسوين الثقادي هاي هنا متصل هاي حرير سيهاي بمعنى لبا شرطي أو شروطه وحويه أما صدح شرطي أو شروطه كمدا يعني سيحادو إني أوف سمين أيو مركا تلمامي حافظ ابن حجر يعني مركا سنة كي سوا تحسيني وحقو الشيغي وفتحك كو الشيغي إنو حسني هاي سقيا حديث كالبوح الأسانيد ذو مركا وحسان بويري الباني لفتي سوا تحسيني ضعفي واوية رشيغي مركا الباني هاي شو حوية شواهيد دولية دراد يدبا مركا كو تحسينينا يا أيو مركا ويري ورواه البزار بزار حديث كان وصور يي من وجه آخر الطريق لا يكون صور يي عن ابن عباس نسوى كصورني وزاد فيه وحقوق رنيي كفر ولا تعود يعني كفر ككفارة قد ولا تعود هون نقنين يعني مركز سداس أي صور يي يعني وحو محقق مركز أرنا ياسد أو تلخيص ككصور هري وحافظ ابن حجر وتلخيص ككوي العلماء كلا بدنا أي كصور هرين يعني خصيف نك لا يلا ذا عطاك ورنيا عطانا ابن عباس بكوري مركز خصيف نضعف باك السجن وصيف نيكا ليلادنا ضعف أي مركا كتشرة مركا على كل حال طريقه هو مركا يساوحا إنه شاهد النقون أيه أيهم بمركا يساو مركا فائدين كلا لكن وحوي يعني وحنا أركي علماء قارك وضع مركا تلمام يسا حديث كبزار إنه إسماعيل بن مسلم كتشرة نيكا يساو مركا يساو ضعف كيس مركا ودرين هاي أي مركا يساو سنة كيسين كتشرة أي مركا تلمام مركا على كل حال هدي مركا سوغنتهاي حافظ ابن حجر سيدو الشيغي يعني مركا أي سوغنتهاي أو إن مركز سنة كمركا أن الضعف كلاهين خصيف وكلي كتره وحاول نقنا يا مركز سقى طريقه هو مركز سقى إني سقوين يان وسحوين يان أي نقنا يان أين وحب السيلينين يعني سدا سيادة أي مركز نقنا يان علماء مركز معاصرين تقارك هذا مركز كان نقلنا يا يعني مركز نقل جاء ابن حجر وكسر نقلنا يان وأنا أركي
وكانه مركي سجى بزار حديث كإني سجى رواية خصيفة إنني كأكين لقفها معي أرناؤطية مركي سجى أي كم يديهن شعيب أرناؤطية أي كم يديهن أي مركي أنا ركية قصاص نقص النقلين أيه حديث ككلا قصاص عذانه ولا معنى أو حوشيجة يأون معناه وحديث كعبد الله بن عباس مركا وشيجة وعن سلمة حديث ككون يصدح سجاشا وعن سلمة ابن الصخر قال وحوري دخل رمضان ورمضان بصوغري فخفت وحنكبقي أن أصيب امرأتي أفضل إن أنا أصيبه بمعنى أن يعني قفك إذا مركا دمرة إن أنا مركا وحوي كدعه أي أن مركا كبقي أن بمعنى أقل الموضة فظهرت منها مركا سان اسكذيها ريبا وحاني رسيا دبرك هو يجي حاران سيهاي أي ذي حاران سنتي ربضان تقودي هيدا ربضان تقودي هيدا مركا نينكونا وحا وحانين مركا وحوي همد بضنبو مركا أها وحاو يري مركا وحوي همد اللي سيهاي وحي مركا أهايد همد مركا كبضان همد الرقا كلا أي مركا أهي وآي وحان كبقيبو إلى هديان مركيسا مركا يعني كدعو يعني مركا أدان كدعو إن وحوي واقو مركا إيقبريو ومركا إيساقا ربضان تيقفى السهادو أي أن مركا إيساقا كبقيبو إلى مركا ما دام أن سلا سيادا كبقي وحان إسيري توطاليبا مركا إيساقا مركا وربا وحوي كدارو أي أن إسيري مركا فظهرت منها وان ذهاري بمعنى وحان لأنتي علي كظهر أمي سا سيادا ما إسيادا بركا هو يدي إيقاي وناغنما إنا كدونا أنو يقبناني يعني مركا تركيد ويقاي أي أذقنا يقطعي فكشف لي منها شيء ليلة مركا سهبين با مركا وح تركيد كمدا أي إيقام وقضي وفوقعت عليها مركا سان مركا قد عيبولي بمعنى ظهار كينا وين شبيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيبان مركا أشياغي مركا سا رسول كوح يقولي حر الرقبة قور حرة أي يقولي قلت وحن كوري ما أملك إلا رقبتي قورتي إذا قورانا هين ما هنتي يبولي قرت إذا مدانا هين ما هنتي بمعنى وحد وما أن لا يهي وأن مركا قعنت إذا كجرا مجرو قال فصوم شهرين متتابعين لوابلوت وصنك إسكوها يو بمعنى حريرة صون قلت وحن لو هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام يعني وحن مركا يعني هلالي وميان كو هلالو يقدعين صون دراتي ميان موحكا يقدعين هذا مركا وربعت كيسن كريواي ما يمكن لوابلوت أتكيسن كريا قال وحوري أطعم يعني واحد قودسا فرقا يعني مركا الراشين مركا فرقة واحد قودسا ومقياس مركا معروفة ومركا يساوح لقوه قياس الشري ومن تمر تمرة بين 60 مسكينا يعني مركا لحد المسكين يعني مركا قودي لحد المسكين يعني قودي أخرجه أحمد إمام أحمد باسوري والأربعة أفرت أصحاب السنن باسوري إلا النسائي النسائي مركا لقريبه وصحاح ابن خزيمة ابن خزيمة حديث كواصحيحي وابن الجارودي ابن الجارود نمرك يسقى حديث كوا صحيحيه يعني حديث كان سلامة بن الصخر علماء قاركود مركا وا صحيحيان او مركا وحكم اذا ابن خزيمه وحكم اذا ابن الجارود يعني مركا ايا كميدا وحكم اذا وحوي حاكم او اسنوا صحيحيه ذهب اللفتيس مركا يسحا وا كراعي حاكم وحو صحيحنه على شرط مسلم ترمذي مركا يسقى وا تحسينيه وحلو حسن ابن كثير مركا يسقى ارشاد كايو يسقون كو تحسينيه ولسنه كيسوا جيد أي إرشاد الفقيه كورنيا حافظ ابن حجر فتح الباري وحكورنيا سند كسوة حسن يعني الشوكاني وحورنيا حديث كوا صحيح الباني وحا الشيغاي حديث كان مركي سلا وحا كتشرة سند كسا ضعفي أي كتشرة صابتنا وحيتي نك لها محمد بن إسحاق ومدلس أبا سند كتشرة إنك مركا محمد بن إسحاق ليلادانا يعني حديث كوا عن عني يعني مدلس كوادو حديث كوا عن عنينا ولا ضعيفية ومد اللبادي حديث كوا حلقوع اللي يعني انقطاعنا ولقوع اللي وبخاري بقى كم إذا قرض انقطاع كل يعني علايسي ووحي مركا يلادين سليمان ابن يسار أي مركا سلمة ابن الصخر كوريني سليمان ابن يسارنا سلمة ابن الصخر وحبا كمان مقال وحبا يعني كمان مقال مركا علادة سنوى قصو قانتهاي مركا سيدا سأود مركا وحوي الرواية داني قار كيدا مركا يسا وحوي قوي أماءها لكن روايات متعددة صعر وري وقارب مركا يسا وحونا قدر ككل انسان قدرنا ككل تقن مركا وحوي قدر كأين رواياتك كلا شيء وحكم إذا وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام وقرض وحوي مركا حنا بلد أيد للشذان نك مركا يلادان وحوي يعني مركا كثير الشبق يعني مركا وحوي نك يلادان آد بوشه وبدن يهايو يعني ملا هو اسكفر ضيا نم لين ياه يعني نما مركا يلادين هدين نك شهود وكفر بدن تيب يلادين وأنو ساعد أتكيس كرينين وأنو مالين دن كسم ركرين مركا يساقف كدمرة وحينيو قرحيان waxay yiraahdeen ninka noocaas oo kala waa iska afurayaabay xanaabiladu yiraahdeen oo wuxuu bixinayaa fidiyo bixinaya oo isagu maba soo maayo rabadaanta
وأي مركي سيحدي مفسدة قوي من سحنيها قرحية. أذقوا على كل حال حديث كم بيدلي شدان وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. مركا على كل حال الباني وحورنا يا حديث كطرق قيس مركا ليس جايو النقان كرا مركي سيح الطريق يدي سو مركا ليس جايو حسن لغيره أبو مركا النقان كرا حسن لغيره أي مركا يسقى النقان كرا مركا الرواية ذا مركا يسقى حنابلة أي دلي شنيان وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام يعني وحين نقان إيسا يعني الرواية أن شواهدك لا يضوهين أي مركا النقان إيسا مركا على كل حال يعني قود أنت مركا لقودين أيو وحا مركا اي نقنيسا مساكينتا ان شان يتوان ساع مركا اي مساكينتا لسيو اي مركا نقنيسا مركا شان يتوان ساع حدي مساكينتا لسيو وحي نقنيسا من مد ان اي كوحي سابسان تاي او حوية لحدا مع المود يعني مركا اللوقة اي شان يتوان ساع وحي نقنيسا وحوية ساعي ولبا وافر مد ساعي ولبا ما دام وافر مد يهي وحي نقنيسا لحدا مركا اي ساوحا مركا مد اي مركا مساكينتي وكلا بيقمية يعني مركا وحي نقنيا شان يتوان ساع لكن رواياتك على كل حال ويسخلاف سيين رواياتك قاركود وحي الشيغيان يعني مركا شان يطبان ساعين ونبيق السيئي قار وحي الشيغيان لباتن السيئي قار وحي الشيغيان فرق السيئي قار وحي الشيغيان مقتل السيئي مركا مقاييس دوا كالدوينيين وانا أرنك كل فتي مركا يساقين ويلاده يعني أبو بكر ابن العربي مركا ويلاده يعني حديثك هو مضرب ومركا وحوية تقديرك مركا وشيغيا ويسكهر منيا سيدا ساود آيات دوما مركا لا اعتماد يا وسيدا سيدا يلاده أرنك كل فيوي لكن وحوي مقياس كمرك يسقى إنا إسخلافه قدر كل شيء جيا يا ما كان صنايا إضراب كحديث كضعيفنا يا ما كان صنايا ويا قدر كحديث ككلا وحوي واسكوا لسكوا لسلو قل يا هاي أي مرك يسقى بضن قدر كان كلا وحدي عكرت مرك يسقى إن قدر كبضن لقاته كمرك يرن اللي يرادو كبضن بصاق وذا قلي أول يرادو مفهوم كعدد ملها مفهوم كعدد ملها الرواية مرك يسقى شيء جيسا شني يطبن كصاع الرواية لباتن كصاع شيء جيسا يعني مرك مدي ليسو روايت كقار كودو شيغي ولا مركا يسغا مساكين تقود يوسي باقي يكو سو هارين ادغو مركا وحو يريركاغو استعمال انو سداس يدا كو يدينا يعني وحو روايات كقار كود وا لغو سو نقليه وحا كلو حديث كان مركا يسغا لغا دليشدا او لغا لبخا ان وحو يي نينكي اودي كاري وايي انو مركا اسكا بخييا كفارادي ان لغا عاويا اني بنانتahay ان كفارادي سو اسكا بخييا لغا عاويا اني مركا بنانتahay يعني مركا ايا حديث كان وحيالها لغا لبخو يعني مركا كميدا waata kale markay saaxan marka waxa kale ay culimada qaar kood ka qaateen in waxa weeye qofku yaani wixii marka yaani u khatar ku galayo inuu ka fogaada in marka ay fiican tahay yaani taas oo kale markay isaga way kala baxeen waxyaala kale ay marka kala baxeen waxa kamida yaani marka qofku hadii waxa weeye yaani marka cilmi yaani marka aanu masaa'isha marka aanu u lahayn inuu waxa weeye cid weydiya inay ku fiican tahay oo isagu marka aanu iska ijtihaadin waxa weeye ninkani dhaharka waxa ugu dhacay يعني مركا عرر وكعرر يا وسليهي يانات كدعين مركا يسا حال مركا مفسدو ان ربضان مركا افرت يانات كدعين مركا مفسدين مركا يسا حكاما يعني وحوي او مركا يعني كعرر يي يعني وحو كدعي مفسده كلا يو كدعي او ظهارك وحا لا يراد مركا هو روا حاران وما بنانا وحو كميدهي من كبائر الذنوب اي مركا يسا حكميدهي هو منكر يعني وحوي كفار وليهي عقوبه مركا يسا حال يعني مركا مقدره اي مركا ليهي مركا وحو كميدهي ذنوبتا كبائر تا ابو كميدهي ما دام اي سلاس يدا تهي يعني بقشات كبقنيس شي حارانا اناد كو دحدو يعني ان ادم بكلو كبائر او غش ماها لكن سيده ادم بغا مركا اناد كو دحدو اد كبقيس اد او فغان لهي ان ادم بكلو او غدحي لهين اناد كو دداشا ايا مركا اسغا فيعن اناد كو دداشو ايا مركا اسغا فيعن مساله الظهارك كو سابسن وينو كسو هادلي اصل كيدنا waxay tahay inu ninku yiraado anti calaya ka dhahri ummi sida dhabarka hooyaday iga xaraansan yahay baad iga xaraansan tahay hooyadii ba marka waxa weeye ay isticmaali jireen inay sida yiraahdaan oo ay hooyada ku shabahaan qofka dumar ah oo yiraahdaan sida dhabarka hooyaday iga xaraansan yahay ayaad iga xaraansan tahay hadaan u dhabar sheegin ee u jirkeeda sheega kaleena waa waxa waa lamid hadii aanu hooyada sheegin ee maxaarimta kale uu sheego sida walaashi iyo eedadii yaani marka kuwaas oo kale marka aad u sheegana iyo ayeeyadii maxaarimtiisa kale aad u sheegana inantiisa yaani kuwaas oo kale aad u sheegana iyadana waa lamid او يرادو سيدا ولا شيء إيجا حارن سنت إيجا حارن سنت يدو يرادو أما ولا شيء بعد مركب حوي إيجا لم يتع يعني لم يتعي أنت عريا يعني مركب حوي كظهري أختي أما كبطني أختي يعني مركب حوي بق ولا شيء أما على شيء إذا أياد مركب حوي إيجا لم يتعي يعني ساس أو كله يدو يرادنا ولا ميت نبر هدان وشيء جن حبني هذا كله شيء جنا يدنا ولا ميت مركب أرينك نوع عاصة واجي هرئ الجاهلي وحلو استعمال كره إسلام لماذا كهر طلاق بل استعمال كره
وصدح أمورات بي صدح ذبا جاهلية دي استعمال الشرين طلاق مذوا طلاق اللي يقانه طلاق وهو استعمال الشرين فريتان كفريتان وهو يقانين مذ اللبات فريتان وهو استعمال الشرينه أرنك قصابصا ذهارك إنه حوي يراد سدبرك هو يدي جحران سن يدي جحران سن طاي إنه يراد تاسنا فريتان بي يقانينه استعمال الشرين جاهلية دي إلهك وحلا يراده وقف كده مراهيد إنه كان عرطي يدنا طلاق بي استعمال الشرين marka saddexdi umurada saddexda talaaqa ayuu yaqaaneen oo isticmaali jireen sharciigu mid ahaan ba talaaqi lagu baaqiyeelay labadii kalena talaaqi waa laga raray labadii kala talaaq laga ma dhigin laakiin marka tii talaaqa ayuu ba talaaqi loo daayay sidaas iyada ba laga dhigay marka ahlul cilmigu waxay yiraahdeen haddu marka ninkii dhahar isticmaalo oo yiraahdo anti calayya ka dhahri ummi oo talaaq uga jeedo gabadhi ma ku furmaysaa mise ku furmimayso ila waynagi soo aragnay mas'alada ku saabsan sariix iyo kinaayo in loo qaybiyo talaaqa oo markuu kinaayo yahay oo bimaana lafdi marka sarbeeban ku cadayn markuu yahay yaani waxa weeye xaaladda noocaas ah haduu talaaq uga jeeday wixii kinaayo ah ee talaaq aqbali kare laakiin aan talaaq marka ku cadayn haduu talaaq uga jeeday in wax ku furmayaan bay noora u sheegnaa oo il xaqii bi ahliki erayda lamidka ah baa soo galaya yaani marka erayda lamidkiina waa lamid marka dhahaarkaas hadaba haduu talaaq uga sheeday wax ma ku furmayaan oo kinaayadii sidii wax ugu furmayeen oo kale ma ugu furmayaan jawaabtu waxay tahay maya jawaabtu waxa weeyaan yaani maya kuma furmayso oo haduu xataa talaaq uga sheeday dhahaarkii yaani marka talaaq ma noqonayso sababta ayna u noqonayn waxay tahay saxaabadan marka dhahaarka sameeyay iyadaan xukunka dhahaarku wali soo degin waxay uga jeedeen sidii jaahiliyadu uga jeedeen talaaq ahayd bay uga jeedeen مثلا وحوى يطلاق لو ما حسابين سيدا جاهلية دو استعمال جرتين أسي خلاف سن ما يأقونين مركا سيدا جاهلية دو لين يوغت جيدين وقالوا دو استعمال جرتين أيوم باي مركا كتصين إيساو سيدا سيظاهر كتان لما نا مركا اعتبارين لما حسابين إنه يطلاق تاي مرها دان تالا حسابين دليل وحيو تاي إن انقصت كأمن نيادة مركا طلاق لو قد جيدين ظهار والظهار انت لا استعماله طلاق لو جيدين إنه يوحبب دليلين ومدى اللبادي هدي لي يهدو ديهاركي هدي طلاق لو قتشهدو وحي نقونا إيسا طلاق وحي نقونا إيسا إن حكم كي شرعي يسود دقاي أن الراعين الجاهلية دي سيدي استعمالي شرتين لو النقضي جاهلية دي سيدي استعمالي شرتين والله إبطالي هو اللي بريء مركا سيداس آوديد تاسنا مركا سيداس أياني مركا أدعي كارين وان لوغا قادنا إن هدو طلاق وقتشهدو إن طلاق لكو حنباري إما الطلاق أمها أجهدو أميان أجهدو ديهاركو إساقوا قار حكم قارو ليهي masaayishii kala kinaayada lagu ma darayo waxay noqonaysaa waxa weeye in marka xukunka sharciga u dhigay inay marka yeelato ilaaga iyo dhahaarku labadaba marka talaaqi waa laga raray jahiliyadi ba talaaq uu isticmaal jirtay talaaqi waa laga guuriyay waa laga raray marka waxa weeye talaaqa uga jeedo ama yaan uga jeedin yaani xukunka uu sharcigu siiyay ilaaga yaani dhaarta qofka dumar laga dhaarto afar bilood wax ka badan xukunka uu sharcigu siiyay oo ah markaysa waxa in lagu ila yiraado afartii bilood markay dhamaadaan ama ka noqo ama fur yaani xukunkaas marka lagu socodsiinaya ilaagi dhahaarkiina waxa lagu socodsiinaya xukunka sharciga ku socodsiiyay oo ah in laga kafaara gudo in laga kafaara gudo yaani taas iyada ah ayaa marka lagu socodsiinay marka mas'aladaasna sidaas iyada ah yaani marka weeyaan waxay noqonaysaa taas midaan u banaanay waxa kafaara gudkana markaysa waxa marka waqtiga uu kafaara gudaya waa inta aanu yaani qofka dumar marka isaga u tagin waa inuu ka kafaara gudaa qofka dumar intaan u tagin waa inuu ka kafaara guda tan xaraam buu ku dhacay haddii marka qofki dumar ha iska haysto isaga aan ka kafaara gudin laakiin culimadu waxay yiraahdeen marka waxa weeye yani la tatadaaf yani marka ma laba laabmayso oo waxa weeye kafaaradii marka isaga halka imid ahayd yani marka laba kafaara lagu ma yeelanayo qofki dumar uu haystay yani ama u tagay yani waxa weeye dambi kale ayuu ku dhacay laakiin waxa weeye macnaheedu ma aha kafaaradii marka isaga kafaara kale in lagu yeelanayo kafaaradii waajib bay ku tahay dambigan kalena waa inuu ka toobad keenaa yani sidaas iyada ah way hadiiska marka ay noogu dambeeyay hadaba baabka oo ku saabsan marka dhahaarka qad'in faraqan min tamrin yaani faraqa waxa la yiraahdaa waa 16 rodol way 16 rodol ayaa faraq la yiraahdaa turuq kale way insaynu soo sheegnay waa jiraan oo markaysa waxan marka qaar tusriixinaya 15 marka yaani saaciyo qaar waxa weeye marka tilmaamaya 20 saaciyo qaar miktal sheegaya iyo yaani turuqda aynkaasi iskhilaafsani waa jiraan marka ala kulli xaal waxa suurtoobi karta in la qaato dariiqa marka isaga ugu badan oo leeyahay kuwa kalena waa soo gudagelayaan in saas iyada la yiraahdo ayaa suurowda wallahu aclam xadiiska baabka ugu horeeyo ilaaga ah maynaan sharxina waxaynu ka hadalay keliya yacni marka waxaa laga yidhi sixadiisa iyo dacfigiisa
لكن على كل حال وحي لم يتاي حديث كي أن مركه رسول مرأي يكو صاب صنا قفك دمارة إنو ننكو إسك حاران تنمائيو مسألة النوع عاسكو صاب صنا مسألة أصنا خلاف باقصبنا لكن قولك الراجح وحوية دارو ككفارة قدية إنو نقونا يسو سيد عبد الله بن عباس بمركة أويري سيدا سيدا أي قولك أو الراجح سني أويهي يعني ننكو دمارة قفك إسا دمارة كويلادو يعني حرام بادي قطاي يعني إنا يتاي دارو ككفارة قدية إنا يتاي سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكفارة قدي قول كمركة وحوية الصواب كأه مسألة قصغني وصلة سيدة أوي باب اللعان حديث ككني أفري سقاشا وعن ابن عمر عبد الله بن عمر وحلق السوري رضي الله عنهما إلى الرليه كنقضي سقيا أبيه قال إنه رسالة فلان إبل باويدي وفقال وحوري يعني النبي قويدي صلى الله عليه وسلم وفقال وحوري يا رسول الله يا رسول كلاه أرأيت وحد كور أنت أن لو وجد أحدنا يعني هدو مركا متكايو ومركا يعني يعني كل كلمه امرأته أفديس على فاحشة حالي فاحشة كسوغان تاي يعني يدو أمركا فاحشة كسوغان وبمعنى الزنا كسوغان والسيني سنيسة والنسارين يهي هدو مركا وحوية سيدا كل كلمه بل هتكور كيف يصنع سيدو السمين يعني ان تكلم تكلم بأمر عظيم هدو حضله أو يرادو وحوية يعني ننبا مركز كسنا يستيها دو يرادو تكلم وحقو هذا بأمر عظيم أرين وين بكو هذا أو حلو رانا يعضين لك علي بالو رانا ديك اللي قد في بات سميس وعد بات سينكو قمت وإن سكت هدو آموسنا سكت على مثل ذلك وحقو آموسي حالة عين كاسا يوكو آموسي يعني لباتي كديد بيكو طاين إمانا سوى لبوطرن هدو هذا ليلة إساقي بادالة على الرعاية أو حوية واتن ليلي يعني واحد بلغا جريا وسيدتن جيدل ايا لغا غوينيا هدي اد waxaa weeye keen weeydo afar marxaati haddu marka aamusana ee wuxuu ku aamusaya xaalad marka waxa weeye yani allah adkaysan kari falam yujibhu nabi uga ma jawaabin sallallahu alayhi wasallam falamma kana ba'da dhalik markii inta dabada ay ahatay ataahu wa uyimi imaana maalin dambuu uyimi waqtiga sidaas marka uga tagay isaga nabi waa ka aamusay uga ma jawaabin dadna waa ka tagay dabadna marka waqti dabadeed buu yimid faqala marka suu xur in alladhi ki saaltuka an ku waydii anhu xaqiisa qadib turiitu bihi waa laygu imtixaanay su'aashi an ku waydiinayay waa laygu marka imtixaanayo iyada oo sidii u dhacday baa la kulmay fa anzala allahul ayati ilahay wuxuu soo dajiyay aayadki fi surati an-nur surati an-nur ku soo aroray ayuu ilahay soo dajiyay ee ku saabsanaa ninku haduu marka zina ku gano xaaskiisa yaani sida xukunku noqonayo فتلاهن عليه مركز النبي صلى الله عليه وسلم كأخري آيات كاس ووعظه النبي ووعديه نبي ووعديه ننكي وإلهي كبقبول وذكره يعني إلهي وحسوسيه وأخبره وحوغور رمي أن عذاب الدنيا إن عذابك أدو يدو أهون من عذاب الآخر عذابك آخرين كسهليه ووحل يسوق قياسك رأينا يا هاي يعني عذاب الدنيا يا عذاب آخر عذابك أدو يدو إنو سهليه لكن لما تضع أي تهيد دارني عذابك آخر marka ilaahay ka baqo marka beenha ka sheegan qofka dumara waxaanad arag yaani marka ha sheegi macna saasay u dhacaysa qala wuxuu ila may anigu marka isaga been sheegi maayo waladi baacsa ka bil haqi waxaan ku dhaartay ki haqa kugu soo diray ee kugu soo saaray ma kadabtu calayha kuma been abuuran waxaan sheegayaa waa dhab iyadoo laga sineysanayo indhahayga saaray thumma daaaha nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam marka saa gabadhii nabigu u yeeray فوعظها كذلك مركا سلاسو كلو وعديه سدو نينكا وعديه سلمدا ايو وعديه او مركا يعني انتو الهي حسوسيه وعديه و عذابك الدنيا دا ايا كسالن عذابك اخره قالت وحيت لله مي ارن كو سدا او شيغاي ما اها والذي بعثك بالحق ان انه لكاذب وان كو دارتي كي حقك كو سو ديراي اما حقك كلا سو ساراي انه نينكاري لكاذب ميد بين شيغاي وي بينه واسوي فبدا بالرجل ننكي بكب لابي النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أربع شهادات مركز حوية أفر مركة مرخاتي أو دارة يعني دار بيو دعيسة أي مركة كل دارتي ثم ثنى بالمرأة لبي نوح كل بي قفك دمر هيد بكل بي ويضن أفر قور يعني حوية أفر مركة شهادة يعني مركة يضن مركة أكو داري مدو البنى مركة يساقى مد شناد بأو الرعدة مدو البنى مد شناد أي أو الرعدة شنتاس يعني مركة حوية يعني مركا دارود هدي مركا ليسكا غالب يلبا ايا وحوية يعني مركا اي كو دارني ثم فرق بينهما
markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam kala farqiyay oo kala kixay markii dhaarihii ay dhaceen oo shan timid walba la mariyay ninka ku horeeyay dhaaraha afar goor ayuu oranaya markiisa marka ashhadu waxaan ka marqaati kacaya oo aan markiisa waxa ku dhaaranaya in waxa weeye yaani marka aan arkay iyada oo markiisa marka sinaysanaysa in aan sidaas markiisa arkay oo indhahaygu arkeen afar goor buu sidaa ku celinaya marka afarta goor marka uu sidaa ku celiyo ayaa marka shanaadna wuxuu oranaya yaani waxa weeye marka shanaadna wuxuu yaani dhaartu u dhacaysa yaani lacnada ilaahay korkayga ha ahaato hadii marka isaga aan been sheegayo yaani marka sidaas iyada ah shanta goor ayuu sidaa oranaya iyada dabeedna marka dabeedna la kicinaya mid walbana istaag baa markaisa waxaa lagu dhaarinaya meesha lagu dhaarinaya meel la joogo waa inay tahay oo dad joogaan meel la joogo dad joogaan waa inay tahay afarta goor markay dhacaan marka waxa weeyaan marka shanaad inta aanu samayn yacni waa la wacdinaya sida xadiidka soo socdaba inoo sheegi doono marka la wacdiyo ayaa dabeedna marka markii shanaadna u ridaya iyadiiba markaysa marka kacaysa iyaduna waxa weeye marka afar goor bay marka iyaduna ku dhaaranaysaa in waxa weeye marka aan waxa waxba ka jirin oo uu been sheegayo marka shanaadna waxay ku dhaaranaysaa in cadhada ilaahay korkeeda ay tahay yacni hadduu markaysa run sheegayo yacni sidaas iyadaa bay marka ku dhaaranaysa shantaa goor baasaa ku dhacay marka shanaad intaynay dhaaran waa la wacdinaya oo nabigu sallallahu alayhi wasallam waa wacdiyey marka shanaad intaynay dhaaran yacni waa la wacdinaya sida ninkaba marka shanaad intaanu dhaaran loo wacdinayo shantaas weeye licaan baa la yidhahdaa uma faraqa baynahumaa deedna nabigu waa kala kaxeeyey yacni waa kala kaxeeyey oo labada qof ee waxaas soo kala mareen dee isuma noqon karaan marka waxa weeye laba qof oo isqaba oo marka naxariis iyo waxa weeye yacni jacayl dhexdooda yaallo yacni ma noqon karaan marka sidaas aawadee nabigu sala allahu alayhi wasalam waa kala farqiyey rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey marka xadiisku calaa kulli xaal waa xadiis marka waxa weeye dheer weeye weliba marka isaga sheekha marka xaafidka kitaabka qorayna waa soo ikhtisaariyey sida muxaqiqa laftiisa u baraarujinayo marka wuxuu ku saabsan yahay xukunka la yidhahdo licaanka marka qadfiga shayga la yidhahdo ee qof marka zina lagu gano dhowrsoon waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay waxaana marka sharcigu ka dhigay xad oo haddii qof marka waxa weeye muslima oo marka waxa weeye dhowrsoon zina lagu gano afar markhaati oo rag ah oo lagu kalsoon yahay oo shaahiday oo indhahooda ku arkayay labada xubnood markay isku jireen hadda way issaaraayeen iyo way qaaqaawanaayeen iyo waxaas yacni zina laguma gani karo yacni waxa weeye afar marka waxa weeye rag ah oo marka muslimiin ah oo cuduul ah oo lagu kalsoon yahay oo arkaayey markay labada xubnood isku jireen labada xubnood ee taranku markay isku jireen arkaayey ayaa waxa weeye marka haddii aanu keenin waxaa laga jarayaa markaysa waxaan markaa xadulqadfi xukunka guud saasuu ahaa marka xukunka guud iyada uu caynkaa yahay hadduuba qofku arko marka isaga cid sinaysatay oo sinadii ka dhacday markhaatiyadii haddaanu haysanin inuu sheegaa uma bannaana waxaa layahay famaa kullu maa yuclamu yuqaal wax kastoo la og yahay lama sheego wax kastoo la og yahay lama sheego marka sidaas aawadeed waa in marka xaaladda xataa aanu sheegin mar haddaanu markhaatiyadii haysan markhaatiyadii mar haddaanu haysan waa inaanu sheegin haddaba marka xukunka guudyada uu caynkaa yahay waxaa laga reebay ninku marka xaaskiisa hadduu markaa sina ku gano iyada waa laga reebay sababta looga reebayna waxay tahay yacni ninkii miduu u dulqaadan kara ma aha xaaskiisii oo sinaysanaya hadduu arrinkaa ku arkay miduu ugu dulqaadan kara maaha mafaasid iyo dhibaatooyin baana ka dhalanaya oo waxa weeye marka ubadkiisii yacni nasabkoodii la khaldayo oo firaashkiisii la wasakhaynayo yacni waxa weeye ta noocaas ah waa mid aanu marka xaaladan u dulqaadan karin weyn marka waxa weeye raxmadda ilaahay waxaa ka mid a taa in laynoo fudaydiyey oo xukunka marka waxa weeye qadfigii la yidhi waxa weeye sawjada haddii lagu gano marka uu ninku sina ku gano iyadu waxa weeye waa ka duwan tahay oo xukum gaaray leedahay xukumkaana waxaa la yahay xukmu licaan licaan waxaa laga keenay min allacni baa laga keenay oo waa lacnadda marka waxa weeye isla nacdala isnacdalayaan yacni markaa daraaddeed baa loogu magacaabay daraaddeed ayaa loogu magacaabay oo marka waxa weeye ninkii qofkii dumar ahayd yacni waxa weeye waa isnacdalayaan walkhaamisatu anna lacnata allahi calayhi in kaana min alkaadibiin marka waxa weeye yacni marka shanaad wuxuu ku dhaaranayaa in lacnadda ilaahay korkiisa ay tahay hadduu been sheegaayo hadduu been sheegaayo marka qadabkuna waxa weeye waa lacnad weliba ziyaado wadata waa lacnad weliba ziyaado wadata wey
حقا مركا وحوي مناسبة لماذا هدي اللي ايقنا ننكينا وحالا ان مركا هدو اسم نعضل هدي اد مركا يسا مركا بين شيء يسا قف كدو مراهيدنا وحالا هدي اد مركا وحوي يعني وننكو روش شيء يسا ادو عرى الهي باكوركا يقا هاتي ده عرى دينا واللعنات وليبا مركا يسا مركا يعني نعيب الهي نعبي هينا وصير راعي يعني مركا وي وهي مركا وحا غضب كمركا يدا اللوغو قاري يلي يعني يدو حقيقة دي بأكتهي حقيقتي وامدي مركا اكتهي مركا حطي وحويه مركا وحدعي كرتا مركا يساقننكو وحيالها وقوكناي ان وقت يدا قار كودا انو قنكرتو وحان مركا يسا مركا يعني ملايالي وح مركا كلسا لكن على كل حال يدو حيطاي مركا يساق مركستا حقيقته السيدي تاي وكور هيسا مركا حدي وحويه يدو او سينيستاي حدنا مركا اي دفرتو يشبه وحيلالا داي مركا يساق يهودي غير المغضوب عليهم ولا الضالين يود مركا ان لو عرضي بالا انو شيغ عرضنا waxa sababtay markii sa marka sharciyo oo la garanayo oo gaan loo khilaafay yaani marka ayaa sababay marka ala kulli hal hukumka li'aanka la yiraado ayaa ka dhalanaya hukumka li'aankana waa sidaas weeye waa shantaas marka isaga dhaarood weeye qaabka sharcigu u dhigay ba marka isaga loo raacaya waliba marka isaga alfaada sharcigu marka isaga marka u xadiday alfaada lafteeda waa in la isticmaala waxay waliba fuqahaadu marka yiraadeen يعني هادو قفكو مركا أف عربيكا قرانيو وينو عربيكو إلا دا هادي كالنا معنه دا اللو لقيمايا معنه دا أيو أفكيسا كورانيا وحلا معنى أيو أفكيسا كورانيا نين كان مركا دارتو كورانيسا يعني قفكا دمارا مركا لباد أي مركا أوي مريسا قفكا مركا دمارا هادي مركا أي دارتو حدكي واكا دعيا لكن هادي أي داران ويدو أي مركا يدو مركا استاكتو قرن ويدو أبا نكول بيسا ميسا واكا آمسا حالك نوع عاسا علمدو waxay kale yihiin marka khilaaf culimada qaar kood waxay yiraahdeen qofkaas marka dumarka ah ee nukuulka sameeyay ka aamustay dhaarti arinkiina qiran weeyday waa la xabisaya waa la xiraya ilama ay ama ay qiranayso ama ay marka ka dhaaranayso culimada marka isaga in badan oo kamid isaasay marka yiraahdeen imaam shafiiciya waxay ku tageen in waxa weeye marka xadka laga jarayo haday nukuulka sameeyso haday ka aamusto ولا حدين يا أول الرجمين يا نجح على الجود ليا نجح أي مركا الجود ليا حكم كي رجمي يا أي الوفر ليا قل يا غار كود بوح يكتب شنيع يعني ما مش شافع رأي قاس وحيد هادين لا يا أبو حلا يعني عدة درهم مركا إنه كله حكم يويد عد وهذاي مركا هل درهم يسقق في صدان يعني مركا قف كا يعد كلا لا بقف يسقق في صدان أو متكوت مركا وحوي يعني مركا لا يرادو يعني مرخاتي الوال لواي مركا يسوح كدار أو دارتي مركا يسوح كجبضه أو دارتي مركا يسوح مركا وحوي كا يعني مركا كدار وايو أرنكينا قرن وايو يعني عند حالة ده كحكومي ويدش شافعي بيوتشي ده النقول كلي مركا يسوح حكومة حكومة مسائش إنه عاصم مركا وحوي هل درهمنا نقول كي وحواد وحكومي ويدك oo waxa tiri marka isaga ilaa uu ka kala dhaarto lagu celiyo isagu ku dhaarto waxba u sugnaan maayaan oo nukuulkii marka kamaada dhaaliin in xukunkii lagu leeyahay oo wax ku cadaadeen oo nukuulkani wax cadeeyo kamaad rigin qof dhan oo macsuumana in la dilo oo dhagax lagu dilo waxaad ku banaysatay shaafici bay sheegayaan nukuul kaliyaad ku banaysatay muxuu yahay raayiga noocaas iyo taraaqudka intaa la eegay hal dirham waxa tiri marka isaga waxa laba yacni laguma xukumayo bi mujarrad in nukuul dhaarta istaaga iska taagay kaliya laguma xukumayo ee cadeyn baa loo baahan yahay qof dhan oo macsuumana dilka la dilayo waxaad ku banaysatay nukuul kaliya marka tanaaqud yacni marka isaga waxaan marka aad iyo aad u cad weeyaan bay idhaahdeen ibn al-qayyim al-jawziyya ayaa marka u gargaaraya shaafici oo waxa waranaya waxa weeye ra'yigaas oo shaafici ku tagay tanaaqud ma aha waayo tan waxa raacday umuro fara badan iyo qaraa'in fara badan baa raacday oo keensanaysa qofka hadda xaqiiqadu sida ahay inuu marka dhaarto oo shan dhaarood baa meesha iska daba tagay oo marka raacay ومن ذكر النصب الله يا ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات عذابك وحكدا فعيبا عذابك سنة وحوي واحدك وذلك لو حيكو حنبارين مركا إن عذابك اللو قد شهدو يعني حفسك مركا الحير عايز مركا وحو عرنا يا ابن القيم الجوزية عذابك وحن نقول يا إلا هو عذاب الآخرة اللو قد شهده أما عذاب الدنيا بل لو قد شهده الفاظ الشرعي قاوح الغفة صير يا سيدة مركا الشرعي قوي استعماري مركا عذاب الدنيا أما عذاب الآخرة لبضا مدبال لو حنباري كرا عذاب الاخرين لو حنبارو لا يلا دارتن اي دارتي كليا عذابك اخره كدافع ايدو دنبابتي واخ سوره قلم اه marka idan waxa imanaya cadaabka adduunyada in looga jeedo cadaabka adduunyada marka isaga baabkan hada ku saabsana waxa ugu horeeya
وحوي واحد كوي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني حد كي زند عذاب إلى هيكم جعابه آيات آيات كقهر رأي أيال لقوش شيء جاي عذاب تحي مركا وحوي واحد كي عقابتي حد كأهيد اللي قفرين يجي تصل قت المامي مركا ما دام أي سلا سيادة تحي آيات لفت هذا نشاف حوا دريشنا يا آيات لفت هذا نوا دريشنا يا مركا وحوي مسألة النوع عن أو حور النصرين يا وجرجار يا رأيجا يعني إمام الشافعي أي ابن القيم الجوزية إنه دارنا يا أيو أكتهاي أو جرجارية ومذهبتي سمرك يسمرك وخلافي وهي مرك يسوي حد مرك يعني مذهب أحمد بن حنبل يعني وقت قاعد يدللك خلاف تمرك يسوي ابن القيم يا ابن التيمية وخلافان أو حوي مرك يسوي حيه المجتهدين مرك أوي اجتهاد كذا مرك وافقنا مرك يسوي حواقاته لكن ما دام أصوص أي كلام ديهين أي سيدا غالب كمرك اجتهادات كذا أي وافقين سيدا مرك إمام أحمد بن حنبل وكتبه مرك على كل حال سيدا راجح وحوي خدي أي قفك دمري مركا وحوي دارها مري ويدو يعني حدكي واللغة شرية واللغف لنا يا سيدة سيدة ويا حديثك كون يشان يسقاشان وعن ابن عمر أيضا عبد الله بن عمر وحلق السور الله رأليها كان نغذي لقل نقوي أيضا بمعنى آضي إيض أيضا يعني مركا أي يعني إضنا أيضا ما معنوه دعيا كنا قلنا إن نقشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحول للمتلاعينين لبدي إسنع دلي يوحى أكيري حسابكما على الله حسابتي إنه إلهي بلا جرتها إلهي أيضا حساب دونه أحدكما كاذب لبدي نمد بين واسة وبين شيء لا سبيل لك عليها وحو وضع يتشدع يعني مركا كماله وحشدع أوضا بك بدأ كماله بمعنى وحوي أفضا بكون نقول ميساء وحوي هلكا كلامرا قال وحر يا رسول الله يا رسولك لا يمالي حولها يجي بمعنى حولها يجي بان دونه يا يو تبدأ حولها يجي يعني مهرب الشيء قال وحوري إن كنت أداتها صدقت عليها متكرون رنكو شاقي أو وركنات كشاقي سادات كرون شاقتي فهو مركا حولها سبي ما استحللت من فرجها واحد حبين تيدا ترنك كبا نيستايا كحلاشتي أدوغتك تي مقابل أتهي مركا وحوية وحق مركا منفعة دي أدوفستي منفعة دي مقابل كأو أهيد أدوفستي مركا مهركي مركا لمن نقوم كرتي وما أوران كرتي مر هذا السنة يستم أنو يصنع ذلعي أو التعانك أو دعي يعني وحوي مهرك وين يسي سامرك أوران ميس وأيه يعني وح تجي تانك هرادو تكتي هذا قال ماتي يعني تاس بي مقابله أهيد من فعلنا وضع أفسطي يدنا مرك يسح مرك يعني حولها إقادة طيلة وإن كنت هديعتي كذبت عليها من مرك بينك الشجع يكوب بين أبورتها ذاتها بعد ما صب الضي فذلك كاس أبعد لك منها وابك وقفك عن شبدية يبعنا كاسا بسيطة وين دلبت يضب النيستين واجرتين حد قذب كرات كون سميسين واجرتين مركا مرنا بحوله مركا هل ميسين مهركا عطيسي متفق عليه والسواء فقصين بخاري ومسلم بالبدو السوري مركا حديث كان وحاوة الممي على كل حال إن وحاوية لك لفرقين يو شرع وكل فرقيي وتفريق يقو النفط وذا مركا أي كلفرقين يانو أي صفريان كمكا لتقيان وحي كوكا لتقيان لعان كدعي بيكو كلا تجه. مركا أمبا هنا مركا إسلعانان أي مركا وحوي تلاعن كاسميان إن وحوي نيكو يرادوان ضلاقي أما وافري مركا أمبا هنا. وأي مركا وحوي اللعان كإنو دعي ولا بدو دبا أي مركا يعني اللعان ثمان ولا بدو دبا مركا يسال لعان كده ما يسترين كلي يكو كلا فرما يامبا. توماتيك بيسكا كلا فرما يام. وحرا جعسية وحسك النقضية مدة ما مركا يسال ما شلتو. سداسية ده مركا وي. مهركي وسيينا مركا ميدو لا نقون كرا ماها مهركي وسيينا ميدو لا نقون كرا مركا يسقا ماها سدا سيدا حديثك كنيو لحي السقاشن وعن انس انس بن مالك وحلقه سوريه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي انه يي ابصروها مركا ارنك سدا ودعي ايو وحو ابصروها مركا وحا وهي اركبو فان جاءت بها دي اي مركا لتيمادو ابيضا gabadh markaa waxay waqtigan lacaan ku dhacayo uur bay leedahay wali markaa may umulin oo ilmihi may dhalin markaas nabigu wuxuu siiri absiruha arkay buu gabadha fa in jaat bi haday markaa la timaado bi macna ay dhasho abyada yaani markaa ilmo markaa yaani abyada cad oo sabitan markaa ama sabtan yaani markay isaga timo jilicsan fa wali zawjiha ninkeeda dhalay ninkeeda ayaa dhalay wa in jaat bi haday markaa la timaado dhasho akhala ilmo inda kuulano bimaana waxa weeye sidii ruux loo inda kuulay yaani marka xiribiis iyo sunniis aad u madaw yihiin yaani mid iska inda kuulan haday dhasho oo jacadan yaani timaada fa huwa lilladhi
نسخته إذا وحي الذي بقرتين لكن صدق لا صحن فهو للذي وحوصنا ذيك يعني مركا رماها به يعني أو كو قري كانوا مركا وحوي كو مركا قري ويري سجا كسنة سنة يكاسا مركا دلعي متفق عليه ولا يسقوا فقسين بخاري مسلم بل بس سوريين لكن وحوي محقق وحبر رجنا يا إنه حافظ ابن حجر وهمية رحمة الله عليه أو حوي بخاري حديث كأنه سوريين ومسلم وكلي السوريين سداس يضع أي مركا وحوي برا رجنا يا مركا وحوي النبي صلى الله عليه وسلم وحوسي شاقي قبل ناس إلمها يدري دونتا يعني سلا النقرية هذو صفة عينك يا عينك يا شنا وحوي يضع روش يكتي أو نينك هذا داري إلمها هذو صفة عينك يا عينك سإلمها يدا شيا شنا يعني إسقى روش يقول يضع بين شكتي أو نينك لغوش يجاي أي مركا داري يعني سلا سيدا أي مركا وحوي أي نينك وحوي لغوش يجاي نوحوها شريك ابن السحماء أيوها شريك ابن السحماء أيو مركا ها نينك مركا لغوش يجاي مركا إذا بقى يا مركا قبل دوا أم شيء وهذا شيء وحيد شيء وحوي صفاتي مركا وحوي النبي يقول صلى الله عليه وسلم هذه صفات عينك يا عينك سوء المها سيشو يعني نينك لغوش يجاي بقى مركا دالي صفاتي بو يشي صفاتي أيو يشي مركا هل كان وحكم مغطي مركا وحوي مركا لأيه إن وحوي نينك روش يجاي أيا كم مغطي مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحوي يري يعني مركا لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فارهن داري هدين الشرين أني جي قبر داس يعني حال بقى مركا نقدر حين لها بمعنى وحوي أرنك أرنك لا أيام سمين لها بوش يعني داري أنا رأو داري يا هدين الشرين لكن مر هذه داري مركا لا داري وبمعنى وحوي مركا دار سياسي أي كدافع لي يعني حدك بمعنى دبلو ما حد ينكر ولما النبي مركو وعديه صلى الله عليه وسلم أو آذو وانيه يعني قبل مركي ساعة باربع أمستي مركا سابا ليسي ويخلنا قنيسا مركا ساي مركي ذنب هذا الكسوة بحصده وحي تري يعني مركا وحوية قرى إذا فضي حلين ما يبيتي ودارت بيدنا حق فتسيس الكاس أي وحوية كمات مركا وحوية على كل حال تاسنا وحي كنتو سنيسا يعني مركا لعانكو إنو وحوية حكم كأدوية إنو ساسو يحي حكم كأدوية إنو سلاسي يحي والنبي صلى الله عليه وسلم يدو وحي كو أغادي يعني وحوية هذه صفات عينك يا عينك سألمه ياشو إن ننكي لغو شاقي أور داري أدنى النبي صلى الله عليه وسلم داريه ومدافن داريه ومدافن وحينو كالبرا روشنين إلمها يعني نسب كيسو حاو كباقنا يا يعني مركا ننكن يعني مركا أفضقبا وحاو مركا نسب كيسو إلمها كباقنا يا وان وابتر سنينين حالة اللعان كاسي دعو حتى اللعان كاسي دعين المهاس مركا وحوية إنو كباق دا مصورة قلها وحاد مركا ددكا وحي عادوين كقلطانا استعمالا وحكم دا وضايا شقاربا مركا يساوحا مركا يعني دردار مو مركا سينا هبل مردالين يعني مركا حولاي كمان دا حلقلا ويسكتر رقو حبكا منشرا وحوية مرها دانو مركا مركو جوغي اللي عان آنو السمين وحالد دي وقوه الرئيسة المها وقادي آنو الدخيرين مركي وقوه الرئيسة آنو الدخيرين وآنو آنو مردالين وآنو دارهم مرين المهاس كباقان ماي المهاس كباقان ماي مركا سيدا سيدا أوي مركا وحوية هدي اللي عان كاسي دعانا المهاس يعني مركا أوضيقي مركا كما أبتر صنايا هو يدي بكو أبتر صنايا وين هبلايو يعني وحوية إنه هبلايو وين هو يدي بكو أبتر صنايا هو يدي بين استحلا يعني نينكا وحوية كدارتي أي يدي مركا أنا ومدالين كما أنا أبتر صنايا اسمنا دحلا سيدا سيدا أتاسنا يعني مركا ويا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.